بسم الله، شرفنا ضيف عزيز اخ اماراتي، شرفنا من امريكا راسا الى نصر. الحمد لله على السلامه يا بطل. الله يسلمك. رحله طويله؟ نعم. طمني عليك. الحمد لله والله. احكي لي كده باختصار، عرفت عني ازاي؟ من اليوتيوب والله. يوتيوب. وتشجعت ان انت تيجي؟ والله نص نص ان شاء الله. الحمد لله. كنت حاسس ان هي في تفكير وفي قلق ومخاطره؟ طبيعي ولازم. ها طبيعي. ان شاء الله في عينينا الاثنين، ان شاء الله هنعمل شفط دهون البطن والجوانب واسفل الظهر مع شفط دهون الارداف. تابعونا ان شاء الله تكون حلقه. رجعنا لكم مره ثانيه. حالتنا خلاص نايم على منطقه البسط، مخدة النصفي مع منول، بدات شغالين بجهاز الفيزر. جهاز الفيزر يا شباب جهاز يطلع موجات تسيح الدهون وتحولها من الشكل الصلب الى الشكل السائل. شايفين هنا الدهون بيبقى شكلها سائل خالص. رجعنا لكم مره ثانيه يا شباب، احنا في ثاني خطوه خلاص خلصنا عمليه اداره الدهون بالفيزر. دلوقتي هنبدا عمليه الشفط عن طريق جهاز نايت بريد. بنجمع يا شباب بين التكنيك ده والتكنيك الثاني، بيتميز ان كمية الدهون اللي طالعة تكون صفر خالص، والبريدنج او النزيف يكون في اقل اقل مستويات. هنرجع لكم فيديو اخير واحنا بنشيل الجلد جهاز الفيزر. تمام. رجعنا لكم مرة أخيرة يا شباب، احنا دلوقتي في خطوة شد الجلد عن طريق جهاز الفيزر. زي ما انتم شايفين كده بنحفز خلايا الجلد ان هي تفرز كولاجين. سامعين الصوت المميز لعملية الشد. كده يا شباب نكون اشتغلنا بالليزر ومود الاذابه، عملنا اذابه للدهون، وبعد كده شفطنا الدهون بالمايكروويف، وبعد كده شدينا الجلد حته حته بجهاز الليزر. اتمنى ان حالتنا تكون عجبتكم، اشوفكم على خير. الحمد لله خلاص يا شباب وصلنا لاخر فيديو بتاعنا. محتنا دهون الظهر والجناب من الخلف مع شفط لدهون الارداف، بقت فلات تماما ومفتحه واحده بسيطه. اتمنى ان حالتنا تكون عجبتكم، اشوفكم على خير. رجعنا لكم مرة أخيرة يا شباب، ده شكل حالتنا بعد ما عملنا شفط دهون البطن والجوانب.